أنا قبل ما آخد تعقيب من حضرتك ورد معايا على التليفون فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ عمرو. أهلا بيك. يعني لنا سؤال في هذا الموضوع، هل فضلتك مع إلغاء قانون ازدراء الأديان أم بقاؤه أم تعديله يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لك يا أستاذ عمرو هذا العمل الإعلامي الجاد والذي نحن في أمس الحاجة إليه. شكرا. إذ تطرح على بساط البحث أهم القضايا الساخنة المطروحة على الساحة. إن قانون ازدراء الأديان يا أخي العزيز، ولا أنسى أن أرحب بمن معك وإن كنت لم أرهم. نعم. لأني لست أمام الشاشة. نعم يا فندم. معايا الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة النقاش والأستاذ أحييهم جميعا عبد الله رشدي إمام وخطيب مسجد السيد النفيس. أحييهم جميعا وأحييك. شكرا. وأحيي كل إنسان جاد حفيظ على دينه ووطنه وأمته. بادئ ذي بدء يا أخي العزيز، إن الله سبحانه وتعالى قرر في القرآن الكريم احترام الأديان، ونحن على يقين أنه ليس من حرية التعبير وليس من أمانة الكلمة أن يخوض أحد في الأديان أو في الرسل أو أن يسيء إلى هذا المقام الكريم ولا إلى أحد من الرسل، ولا يصح الهجوم عليهم أو على الشرائع والثوابت، لأن هذا يعتبر بادرة خطيرة تؤجج فتنة بين أتباع الأديان وتشعل نار العداوة بين الناس. وإذا كان الغرب يتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والبعض يدعي اتكاء على هذا، فما بال هؤلاء الذين أساءوا إلى أطهر من مشى على الأرض وهو خاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين؟ أين هي حقوق الإنسان؟ وهل هذه هي الديمقراطية؟ وهل هذه هي أمانة الكلمة؟ ألا ساء ما يفعلون. من سب الله كفر، سواء كان مازحا أو جادا، ومن استهزأ بالأديان أو بآيات الله أو برسوله. لا أتكلم من عند نفسي، ولكن سأقرأ لك قول الله تعالى في الآية 65 من سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا هو القرآن الكريم يضع حدا، إن أمانة الكلمة وإن حرية الإبداع ليست في أن يخوض الناس، لأن من ذكر كتاب الله أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دين الله بما لا ينبغي فقد نقض عهده. وقال الإمام الشافعي: برئت منه ذمة الله عز وجل وذمة رسوله. فإذا ما تبين لنا أن مكانة الرسل عند ربهم، ونحن نتكلم لا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وإن كان سيد الخلق وإمام الرسل، لكن القرآن أمرنا أن نؤمن بجميع الرسل وأن نوقرهم وأن نجعل نداءهم له صلى الله عليه وسلم كندائهم لبعضهم. لا، إذا ما تبين لنا كل هذا فإن الذين يؤذونه ويستهزئون به، وهو إمام الأنبياء، إنما يستهزئون بالدين كله، فجزاؤهم عند الله أنهم ملعونون دنيا وأخرى كما نص القرآن الكريم، وأنهم مطرودون من رحمة الله. وواجب العالم نحو الأديان أن يؤيدوها، ألا يزدروها، وأن نرد عدوان المعتدين من الظالمين، وأن يعلم العالم الإسلامي كله أن رب العزة أعلن نصرته لرسوله حين قال: إلا تنصروه فقد نصره الله.
إذن فضيلتك يا فندم، الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إذن وأنا أرضى بالإخوة الأفاضل الذين معك والذين يقولون بحرية الكلمة وبأمانة الكلمة وبالإبداع، أربأ بهم أن يقعوا تحت هذا الحظر، وأدعو الله أن يهدي الجميع إلى احترام الأديان، وأن يبقى القانون قويا حاسما. ستك مع بقاء يا فندم قانون، فضلتك يا فندم مع استمرار قانون ازدراء الأديان إذن؟ نعم نعم، وأن يتأكد هذا، وأن يعرف كل إنسان حدوده، وأن نحترم الأديان والرسل، وألا نخوض فيما خاض فيه أهل الباطل. شكرا للعالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. أروح